احنا هنا مو نطعن بالحشد كحشد، مو نطعن ذي كحشد، لا، احنا هنا نقول السياقات خاطئه، نقول السياقات فقط اعلام. انت من قلت حبر على ورق، نعم حبر على ورق، بس انا هنا بالنسبه لي من اسولف اقول الحل الامثل، الحل الامثل لكركوك خروج الحشد ويجب مكانه جيش. اذا ما عندكم ثقه بالجيش اطالب من خلال قناه ون نيوز حل وزاره الدفاع. انا كمواطن عراقي وكخبير امني، اذا ما عندكم ثقه بالجيش وزاره الدفاع في حفظ الامن والنظام داخل كركوك، اذا نطالب بحل وزاره الدفاع وزاره الداخليه، وخلي الحشد الشعبي هو يصير يمسك الملف الامني مال العراق كله، الامني والعسكري. هذا حكي منطقي، انا حكي منطقي. استاذ كاظم، انت سمعت البارحه ايش صاير؟ سمعت البارحة صاير بضباط ومنتسبين؟ أكو مظاهرة طلعت ضد مسألة حرق القرآن، مظاهرة طلعت على السفارة السويدية، الضباط والمنتسبين بهذا القاطع المسؤول عن حماية السفارة تم إحالتهم إلى المحكمة العسكرية وإحالة قسم منهم إلى التقاعد وهم دون السن القانوني بسبب عدم قمع المتظاهرين. هاي وزارة الدفاع.